نعم. جزاك الله خير يا شيخ، هل يجوز اطلاق لفظ المتأسلم على المسلم؟ ايش المتأسلم إيه؟ على المسلم وكذلك على الدعاة على وجه الخصوص. شوف يا اخي، يبدو لي من سؤالك وسؤال هذا والاول ان هذه موجوده في بلادكم. احنا عندنا الحمد لله موجوده، عندنا مسلم ولا عندنا متأسلم، ولكن لا تتعجب. ألم يكن المنافقون يقولون للمؤمنين إذا أنفقوا كثيرا قالوا هذا مرائي، وإذا أنفقوا يسيرا قالوا إن الله غني عن صدقتك، ويتهمون المسلمين بالنفاق وغير ذلك. لا تتعجب، العدو عدو، يريد أن ينفر الناس بأي وسيلة. ولا يجوز أن نتهم المسلمين ونقول متأسلم يعني أنه مسلم في الظاهر فقط، هذا حرام. نعم.